ازيكم؟ ازيكم؟ السلام عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله معانا مع الدرس الرابع من دروس الوحده الاولى اسمه محافظات مصر. مبدئيا كده احنا بعد ما الدرس اللي فات اتكلمنا عن موقع مصر واهميه موقع مصر، طب ايه مس المحافظات اللي موجوده في مصر؟ نظرا ان مساحه بلدنا كبيره جدا جدا جدا، اكتر من 1,000,000 كيلومتر مربع، فعشان كده قسمنا مصر لمحافظات. عشان مصر مساحتها كبيره قسمناها لمحافظات. طب يا مس يعني ايه اصلا كلمه محافظه؟ المحافظه دي ارض تتكون من احياء، مساحه من الارض تتكون من مجموعه من الاحياء او المراكز. الاحياء دي زي المناطق يعني المحافظه بيبقى جواها مناطق. يبقى احنا لو رجعنا الدرس اللي فات، اكبر حاجه بتبقى في الارض القاره، والقاره بتتكون من دول، والدوله بتتكون من حاجه اسمها محافظات، والمحافظه جواها مناطق. زي محافظه القاهره مثلا فيها منطقه زي منطقه المعادي، منطقه دار السلام، البساتين، مصر القديمه، الزيتون، كل المناطق دي، مصر الجديده كمان، كل المناطق دي جوه محافظه القاهره. يبقى المحافظه دي مساحه من الارض بتتكون من احياء او مراكز. الاحياء او مراكز زي مناطق يعني. وما بيننا وهنا هنا شفنا في الخريطه، هنلاقي ان كل محافظه تنفصل عن الثانيه بحاجه اسمها حدود اداريه. يبقى بتفصل او لكل محافظه حاجه اسمها حدود اداريه، دي بتفصل ما بين المحافظات، اللي هي الخطوط دي اللي بتفصل ما بين المحافظات اسمها حدود اداريه. تمام كده؟ طب مس محافظات مصر دي تقسموا لايه؟ لو بصيت هنا هلاقي ان هما بيتقسموا لمحافظات وجه بحري عند البحر اسمها وجه بحري، اللي بعيد عن البحر هي منطقه الصعيد اسمها وجه ابلي، والمحافظات اللي ما بيننا وما بين الدول اللي جنبينا الدول الاخرى بنقول عليها محافظات الحدود. يبقى تاني محافظات مصر اسم لثلاثه، محافظات وجه بحري دي عند البحر، محافظات وجه ابلي دي في منطقه الصعيد اللي هي بعيده عن البحر، وعندي محافظات على الحدود مع البلاد التانيه، ودي بنسميها محافظات الحدود. محافظات الوجه البحري بقى ايه هما؟ تعالوا كده معايا، كفر الشيخ، الغربيه، المنوفيه، اليوبيه، شرقيه، دائهليه، دمياط، بورسعيد، اسماعيليه، السويس والقاهره، بحيره، اسكندريه، ودول عددهم 13 محافظه. تاني المحافظات، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، اليوبية، شرقية، دقهلية، دمياط، بورسعيد، اسماعيلية، السويس، القاهرة، بحيرة، اسكندرية، ودول عددهم 13 محافظة. يبقى محافظات الوجه البحري عددهم 13 محافظة. نيجي بقى لمحافظات الوجه الإبلي، دول بقى الجزء اللي تحت هنا، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان. تاني محافظات الوجه الابلي، الجيزه، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، وعدد محافظات الوجه الابلي 9. تعالوا بقى نيجي لمحافظات الحدود مع حدودنا مع البلاد المجاوره اللي جنبينا، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء. تاني محافظات الحدود، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، ودول عددهم 5 محافظات. هي دي كده محافظات مصر، ولو جمعناهم كلهم هنلاقي ان عدد محافظات مصر 27 محافظه. يبقى عدد محافظات مصر 27 محافظه، بيتقسموا لثلاث اقسام، محافظات الوجه البحري دول عددهم 13، محافظات الوجه الابلي دول عددهم 9، محافظات الحدود دول عددهم 5. لو جينا شفنا بالنظر كده لخريطه مصر، اكبر محافظات مصر من حيث المساحه هتبقى محافظات الوادي الجديد، واصغر محافظات مصر مساحه هتبقى محافظه دمياط. يبقى اكبر محافظات مصر من حيث المساحه الوادي الجديد، اصغر محافظات مصر من حيث المساحه محافظه دمياط. تعالوا هنا نكمل عشان نشوف مين هي عاصمة مصر. طبعا عاصمة مصر هي القاهرة، والعاصمة دي المكان اللي بيبقى فيه رئيس الدولة، تتركز فيه اغلب طبعا الخدمات. دي هي محافظات الوجه البحري اللي عندهم تاني، القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، اسكندرية، السويس، واسماعيلية.
عندي هنا محافظات دلوقتي: الابلي، الجيزه، بني سويف، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج، هنا الاقصر واسوان. عندي هنا محافظات الحدود، ودي على حدود مصر مع البلاد اللي جنبينا، الدول المجاوره زي شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر. نيجي بقى على عاصمه مصر، وعاصمه مصر هي محافظه القاهره. يبقى عاصمه مصر هي القاهره. طبعا دي خريطه اداريه للقاهره بتوضح المناطق اللي تابعه لمحافظه القاهره. القاهره بقى لها فوق ال 1000 سنه عاصمه لمصر. ليه بس هي بقى لها فترات طويله عاصمه لمصر؟ لو رجعت للخريطه دي هلاقي ان القاهره هنا في النص كده، ما بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه الابلي، فكانها مكان بتتقابل او بتلتقي عنده محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه الابلي. يبقى تاني، محافظه القاهره كده كانها في النص كده، ما بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه الابلي، فكانها مكان او نقطه التقاء محافظات الوجه البحري والوجه الابلي. يبقى يقول لي: لماذا ظلت القاهره عاصمه لمصر؟ بما تفسر القاهره؟ لماذا ظلت القاهره، او ظلت القاهره عاصمه لمصر لفترات طويله، او القاهره عاصمه مصر لفترات تاريخيه طويله؟ ليه بقى لها كتير قوي؟ قال لي: بسبب موقعها المتميز. موقع كويس جدا، مكان بتاعها متميز جدا، لان هي نقطه التقاء، مكان بتتلقى عنده محافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه الابلي. طيب محافظه القاهره دي مش في محافظات حواليها بتحدها جيرانها يعني؟ طب محافظه دي محافظه القاهره، في شمالها بتحدها، لان موجود في شمالها محافظتين: الشرقيه والقليوبيه، في شرقها محافظه السويس، اما في الجنوب والغرب محافظه الجيزه. يبقى في شمال محافظه القاهره موجود محافظه الشرقيه والقليوبيه، وفي الغرب او في الشرق اسفل محافظه السويس، في جنوب والغرب محافظه الجيزه. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. ممكن مثلا يجيب لي محافظه من المحافظات بالنظر لخريطه مصر، عايز يعرف مين اللي بيحدها في الشمال او الجنوب، زي مثلا محافظه سوهاج. يقول لي بيحدها، طلع لي مثلا محافظه سوهاج دي موقعها فين في خريطه مصر، فاقول له ان هي بتقع في الوجه الابلي، في شمالها محافظه اسيوط، في جنوبها محافظه قنا، في شرقها محافظه البحر الاحمر، وفي غربها الوادي الجديد. وارد جدا ممكن مثلا في زي محافظه المنيا، مين شمالها؟ مثلا بني سويف. ده كله بالنظر لخريطه مصر، او بالاستعانه بان احنا نرجع لخريطه مصر الاداريه. مطلوب مننا ان احنا نعرف بس المحافظه اللي احنا عايشين فيها ايه المحافظات اللي حواليها، او ايه حدودها، يعني مين اللي بيحدها في الشمال والجنوب والشرق والغرب. هل القاهره كعاصمه بتتميز بحاجه عن باقي المحافظات؟ طبعا يا ميس، دي العاصمه، طب هتتميز بايه؟ قال لي: فيها معالم اثريه، يعني اماكن سياحيه اثريه، اثار سابوها لي الناس اللي كانت عايشه قبلي، زي مثلا مسجد عمرو بن العاص، ده اول مسجد اسلامي في مصر، زي الكنيسه المعلقه ممكن نزورها، زي قلعه صلاح الدين الايوبي. يبقى فيها معالم اثريه زي مسجد عمرو بن العاص، زي الكنيسه المعلقه، وزي زي قلعه صلاح الدين الايوبي. الاقي ان فيها معظم الوزارات، زي وزاره التربيه والتعليم، زي وزاره الصحه، وزاره الخارجيه، الداخليه، وكل ذلك. فيها ايه؟ قال لي: طبعا مش فيها مراكز صناعيه، مناطق صناعه، فيها مصانع، فيها مراكز تجاريه، اماكن البيع والشراء، التجاره، فيها مراكز ثقافيه، في ثقافه بنتبادل علم، والدليل على كده وجود معرض القاهره للكتاب الدولي، ده سنوي، وده بنروح نقرا كتب ونتثقف، يبقى مركز ثقافي. يبقى ايه اللي بتتميز بيه القاهره عن باقي المحافظات؟ ان فيها معالم اثريه، مركز تجاري وصناعي وثقافي. يبقى لي: بما تفسر تتميز محافظه القاهره عن باقي المحافظات؟ ليه بتتميز عن باقي المحافظات؟ اقول له: لان بيها معالم اثريه، بها مركز تجاري وصناعي وثقافي، تتركز فيها معظم الوزارات. كلمه تتركز يعني توجد فيها معظم الوزارات. طيب العاصمه بتاعتنا لازم نطورها، ويكون فيها تطوير، وليها مستقبل افضل. طبعا القاهره دي عريقه جدا، فلازم تبقى في احسن حال. فالدوله عملت شويه مشروعات، عدد من المشروعات، عشان تطور في شكل محافظه القاهره. زي ايه المشاريع اللي عملتها؟
زي المشروع ده اسمه مشروع حي الاسمرات ده في المقطم ده عشان ننقل سكان المناطق الخطره زي كده اللي كانوا عايشين في المناطق دي عشان ننقلهم يروح يعيشوا هنا في حي الاسمرات يكون في افضل صحه وافضل حال من المنظر ده. طب اول مشروع الدوله عملته مشروع حي الاسمرات. طب تاني مشروع اسمه روضه السيده زينب وده هنا من المنظر ده عشان نخلي المنطقه مزار سياحي مكان شكله افضل تحديدا البيوت دي وعملنا منظر افضل وخليناها كده. فده قبل التطوير وده الشكل بعد التطوير. يبقى اول مشروع حي الاسمرات، تاني مشروع روضه السيده زينب، ثالث مشروع ده مشروع مهم جدا من المشاريع اللي خاصه بشبكه الطرق والكباري عشان نوفر الوقت والمجهود وكده وننجز في الزحمه. فعملنا محور رود الفرج. المحور ده بيربط شرق القاهره بغربها من غير ما يمر او يوصل لوسط القاهره بحيث يوصل اسرع. يبقى عملنا محور رود الفرج وده عشان يربط شرق القاهره بغربها. يبقى الدوله عملت ايه عشان تطور العاصمه؟ عملت ثلاث مشاريع عندي جايين في الكتاب، مشروع حي الاسمرات، مشروع روضه السيده زينب، ومحور رود الفرج. طب مس السكان في محافظه القاهره كتير جدا 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 ما شاء الله يعني، ففي ضغط سكاني كبير قوي في القاهره، في سكان كتير. فعشان نخفف عدد السكان شويه ونخفف ضغط السكاني هنعمل عاصمه جديده ننقل فيها السكان او نخفف فيها ضغط سكاني، هتبقى اسمها العاصمه الاداريه الجديده ولسه حاليا مصر حاليا لسه بتنشئ فيها. وتقوم مصر بانشاء عاصمه جديده لمصر اسمها العاصمه الاداريه الجديده. ليه عملناها؟ لتقليل الضغط السكاني عشان يخف ضغط السكان عن محافظه القاهره وتكدس الخدمات بحيث ان بعض الخدمات او بعض الوزارات هتتنقل للعاصمه الاداريه الجديده فالوضع يبقى اهدى واقل شويه في محافظه القاهره عن اللي موجود فيه دلوقتي. يبقى احنا ليه عملنا العاصمه الاداريه الجديده؟ عشان نقلل الضغط السكاني عن محافظه القاهره. طبعا هيبقى فيها مشروعات سكانيه، فيها خدمات كتير جدا، وده بشكل من الاشكال لسه العاصمه الاداريه في مرحله البناء يعني. انا عشان احدد موقع اي مكان او عشان عايز اروح وجهتي مثلا او مكاني من محافظه القاهره، عايز اروح بورسعيد، عايز اروح منوفيه، اسكندريه، وانا مش عارفه الطريق، فورا هفتح جوجل ماب وهشغل جي بي اس اللي هو نظام تحديد المواقع العالمي اللي ليه كلمه بالانجلش احنا عارفينها على طول جي بي اس. جي بي اس ده اختصار لكلمه ايه؟ جلوبال بوزيشننج سيستم. يبقى جي بي اس اختصار لكلمه جلوبال بوزيشننج سيستم، يعني نظام تحديد المواقع العالمي. جي بي اس ده احنا عارفين هو بيحدد لي موقع اي مكان او اي عنوان انا عايز اروحه، مجرد ما استخدم الجي بي اس فورا هيوصلني. طب هو الجي بي اس ده بيجيب المعلومات منين؟ من خلال القمر الصناعي. القمر دي بتغطي سطح الارض تغطيه كامله، فبتجيب لي كل الصور فاعرف اوصل تحدد لي اتجاه صحيح. في جوجل ماب اللي في التليفون في فراتنا كلنا، لو فتحنا جوجل ماب بعرف اللوكيشن بتاعي، بكتب اللوكيشن اللي انا فيه دلوقتي، بحدد انا رايحه فين، فورا مسافه ما بص ستارت هو يجيب لي الدايركشن بتاعتي، الاتجاهات بتاعتي اللي اروح فيها للعنوان بتاعي من المكان اللي انا فيه. هو ده فايده الجي بي اس. يبقى عشان احدد موقع او اتجاهي لاي محافظه او اي عنوان انا محتاجه استعمل الجي بي اس. خلص الدرس لحد كده. احنا النهارده اخدنا محافظات مصر واتكلمنا عن عاصمه مصر اللي هي محافظه القاهره وازاي عملنا مشاريع تطور من محافظه القاهره، وعشان نخفف الضغط السكاني عن محافظه القاهره نقلنا هننقل بعض السكان او هننقل الخدمات وهنوديها في العاصمه الاداريه الجديده اللي لسه في مرحله الانشاء والبناء. عشان نحدد اي موقع اي مكان فورا لازم استعمل الجي بي اس. شكرا يا سنه رابعه، اشوفك في الدرس الجاي. السلام عليكم.